نحييكم من مدينة سالسبورغ، شهر 7 2018. المتحف قدامي هذا سالسبورغ ميوزيوم، مدينة جميلة، تعتبر رابع أكبر مدينة في النمسا. بحاول أغطي لكم بعض الأشياء وبحط لكم بعض المواقع المهمة. مدينة تستحق الزيارة 2 إلى 3 أيام، ممكن تروح وترجع عن طريقها لأي مكان، ممكن تكون محطة بين ميونخ وكابرن. الجو جميل، درجة الحرارة الصباح الحين 17 درجة تقريبا. هذا الشارع المشاه الجديد، وعندهم الشارع المشاه القديم، إن شاء الله بحط لكم عنوانه. وهذا الشارع المشاه القديم، اليوم الأحد شوي بعض المحلات مسكرة، ولكن باقي الأيام يكون مزعوم، وإن شاء الله بحط لكم عنوانه. الشارع جميل وقريب مشي من الشارع الجديد. سالسبورغ مدينة ما شاء الله جميلة، أجواء جميلة، مناظر جميلة ما شاء الله. نيه شارع المشاه الجديد، وتكمل على الجسر هذا الشارع المشاه القديم. هذا الجسر كله قفول، ما في قفل في البلد ما حطوه في الجسر هذا. تستحق الزيارة المدينة هذه، فيها أوتلت، فيها ما شاء الله قلاع قديمة، فيها تسوق، وجنبها في أشياء حلوة ممكن أنت تستفيد منها، اللي هي البحيرات، قريبة من كابرون، قريبة من زلامسي. جسر المشاه كله ما شاء الله قفول، ناس حبيبة. مكان جميل، إن شاء الله بحط لكم عنوانه. سكنت في هذا الفندق H Plus Hotel. الفندق في منطقة تجارية، في مول، ومقابل المحطة الرئيسية للقطارات، الرئيسية للقطارات، يبعد عن المدينة القديمة والمعمعة زي ما يقولون، تقريبا 800 كيلو. هاي المنطقة مقابل الفندق. صباح الخير، ثاني يوم في سالسبورغ. نحييكم من ديزاين أوتلت سالسبورغ، مكان جميل، في ماركات، عندهم خصومات ما شاء الله كبيرة. مول عبارة عن مول هالطريقة، ازاز دورين، في محلات كثيرة، في تقريبا أكثر من 100 محل. يعتبر أكبر أوتلت في سالسبورغ، في جست وفي ماركات كثيرة شفتها توني، يعني يحتاج 3 ساعات أقل شيء. إن شاء الله بحط لكم عنوانه في التصوير. والآن طال عماركم زيارة متحف الطيارات. أنا أشوف فيه سيارات، ولكن هذا متحف الطيارات، متحف شكله جميل وقريب على فكرة من الأوتليت اللي كنا فيه، قريب جدا، تقريبا يمكن بين 2 كيلو. أي واحد يزور الأوتليت ديزاين لازم يزور المتحف هذا، يستحق الزيارة صراحة. دخول المتحف المجان، جميل، بحط لكم إن شاء الله عنوانه اللي يحب يزوره. في سيارات شاركت فعليا في السباق وحاطين مراكزها. الان زياره بحيره ويلف جينز، تقريبا اسمها صح ولا غلط، بس المهم بحط لكم العنوان. تبعد عن سالسبورغ تقريبا 42 كيلو. في عدالها مدينه مائيه، وفي عدالها مكان جميل للحيوانات الاليفه، الصغار يلعبون مع الحيوانات الاليفه. الحين بزور المكان ان شاء الله برويكم اياه. مكان جميل، يبعد 42 كيلو عن سالسبورغ، تقدر تأكل حيوانات، وفي ألعاب للأطفال، وعدالة مدينة مائية. هذا المكان إن شاء الله بحط لكم اسمه للاستفادة.
اني ممكن تطعم الحيوانات، تدخل معهم في المزرعة وتطعمهم في هذا المنظر الجميل. زيارة هذه المنطقة الجميلة وهذه البحيرة الجميلة، صراحة اسمها صعب بس بحط لكم اسمها، نفس المكان اللي خلصنا من عنده، ما تبعد كثير عنه، وقلنا لكم سالسبورغ تقريبا 45 كيلو تبعد. مناظر جميلة، شوفوا الجو كيف. نفس المكان فيه القطار البخاري ياخذك لين على القمة ب 20 دقيقة تقريبا، في 20 دقيقة. المكان جميل وممكن تستانسون فيه، تقضون فيه نص يوم تقريبا. هذا قصر وحدائق ميرابل، قصر جميل، مكان جميل، حدائق جميلة. بحط لكم إن شاء الله عنوانه وبيعجبكم إن شاء الله عنوانه. مكان جميل، مكان جميل، ممكن التقاط فيه صور جميلة، ألوان جميلة. إن شاء الله بحط لكم الموقع هذا، جميل، في سالزبورغ قريب من المدينة القديمة والممشى.